مسموع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. أنا أقرأ الحقيقة في مقاصد القرآن، في القرآن الكريم عندي كتاب حول هذا، وأحب أقول لإخوتي شيء. القرآن العظيم ما يرتبط بأحد إلا يصبح عظيما. يعني جبريل نزل بالقرآن فأصبح هو الروح الأمين، ونزل القرآن على محمد فأصبح سيد المرسلين، ونزل على أمة محمد فأصبحت خير أمة أخرجت للناس أجمعين، ونزل في شهر رمضان وأصبح خير الشهور، ونزل في ليلة القدر وأصبحت خير الليالي. ووالله ووالله لو نزل القرآن في قلبك لتصبحن خير إنسان، لأنكم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكيف إذا كان القرآن هو يومك، هو دقائقك، هو أنفاسك، هو حياتك، إليه تحتكم ومنه تأخذ العلاج والشفاء، سترى نفسك إنسان عظيم بارتباطك بهذا القرآن العظيم. الله يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. انشروها لعل الله أن يأجرني وإياكم.